السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى ناظم. اليوم شرحنا عن كيفية تحميل برنامج الميديا فاير اكسبريس ورفع الملفات على موقع ميديا فاير. كثير من عندنا يعرف موقع الرفع الرائع اللي هو ميديا فاير، الذي يعطيك سرعة في التحميل عالية جدا وعدد غير متناهي من الكونكشن. طبعا الأداة مجانية تتوفر على نظام الويندوز ونظام الماك. كل ما علينا هي الذهاب إلى الرابط التالي، سوف أقوم بتحميل البرنامج. يعني لا داعي أن تذهب إلى موقع ميديا فاير، وأعتقد أكو مرات يصير تايم أوت في رفع الملف ويعيدك الموقع ريدايركت من جديد، وهذا قد يسبب مشكلة في الرفع. ولكن البرنامج، الأداة التي قام ببرمجتها شركة ميديا فاير، تتيح لك التحميل حتى وإن كان أصبح يوجد تايم أوت في الكونكشن. ننتظر لحين انتهى. أوكي، نضغط على ستار داونلود. يتم الآن تحميل الأداة الخاصة بالميديا فاير اكسبريس. أوكي، أقوم بتشغيل البرنامج. يتم عملية التنصيب. اوكي، ميديا فاير اكسبريس. نضغط على نيكست. نيكست، يتم الان تنصيب. اوكي، ننتظر قليلا لحين الانتهاء من تنصيب البرنامج. اوكي، لانش ميديا فاير اكسبريس. اضغط على فينش. سوف يتم تشغيل البرنامج. اوكي، نضغط على اكسبت. نكتب اليوزر نيم والباسورد الخاص بسيرفر ميديا فاير. كيب توتوريال. طبعا الآن الحالة ايدل. هنا أنا ريدي تو شير، يعني اي شيء تريد عملية الشير بكل سهولة. طبعا لو تضغط ماي فاير سوف يظهر ملفاتك الخاصة بالميديا فاير. إذا كنت تريد أن ترفع ملف معين، نقوم فمثلا على سبيل المثال هنا. يتم الآن رفع الملف. تم رفع الملف. إذا تضغط على copy link أو view تعرض، نضغط على copy link. كل ما علينا هو التوجه إلى الرابط. تم الآن تحميل عفوا رفع الملف. كل ما علينا هي تقوم بالذهاب إلى view، يعرض لك الرابط التحميل. أوكي، أتمنى أن يكون الشرح قد نال إعجابكم، وشكرا جزيلا لكم.